تفضلي اختي، فتحي الميكروفون تاعك مدام. بون نخليها شويه هذه، خليها ولا نهبطها؟ لا نهبطها ومن بعد. لا مدام، الا حبيتي تطلعي عاودي طلعي. الو الو الو، هذا ما وصلت فيه، وش فين هذا؟ نعم مشيت زيري تاعنا، هذا واحد قطع في البصل جاتني بيه. السلام عليكم. سلام خويا يوسف، واش ميهوب؟ لاباس عليك غايا. عندك عندك الحس؟ واه صبر شي دقيقة. امورك لاباس غايا؟ لا غير الحمد لله يا ربي. ميهوب باغي نسقسيك حقيقة، هضرة تاع رجال وهضرة تاع شي تاع عنصرية تاع ولاد الجزائر ولا ما كان الجزائر لا والو. يعني حقيقة الهدف نتاعك نتايا كي راك دير فيه دروك هنايا في الجزائر، لا سيما عندكم كونتراتاك انتم على الجزائر، على بالي بها انا هذه. ولكن كاينه حاجه صديقي، اسكو انتم غادي تقدوا للجزائر الشعب الجزائري كونتراتاك؟ واه عندكم واحد الهجوم على الشعب الجزائري كثيرا. علاش؟ على بالكم بلي الشعب الجزائري؟ معليش انا في الاستراتيجيه تاعي ما نحبش لي كونتراتاك. بون الكونتراتاك دي فوا نديرهم وكلش، مي اون جينيرال نحب كيفاش يسموا البال بالستلسه، نحب نحكم لا بال في ليكيب، ما نحبش ندير لي كونتراتاك. معليش معليش، اسكو انتوما غادي تقدوا لهذا الشعب الجزائري؟ انا شعب جزائري، انا جزائري. على بالي بيك، انا من لافون تاعك نعرفك، وانا شحال من خطره نشوفك. سمعتني كاين زاد ماريا ومدارين نطلع مع ماريا، واليوم طلعت معاك. مي وش هي صديقي؟ والله غيرك تبول في الرملة، أقسم لك بالله العلي العظيم غيرك تبول في الرملة. أنا حاجة واحدة اللي ما تعجبنيش فيك، لا أنت لا ماريا، ما تسبش ربي وما تسبش الرسول. قول يا ودي أنا ما نأمنش به، قول أنا ما على باليش به، بصح ما تسباش. حبك شغل يستناك؟ حبك مع مرك غادي تنتحى يوم القيامة ولا ما بالكش؟ غادي تجبر روحك تحت بليس، تحت بليس قاعد تحت بليس. فهمتني؟ بليس يركفوا غادي يجيب روحك في نار جهنم تحت بليس. بليس بقى يتسوق عليك هو وهامان وفرعون، يقول لك انت واش درت في حياتك؟ كيفاش بليس مخلوق من كيفاش بليس مخلوق من النار وربي يديه للنار؟ وانت ما انت باغي نسقسيك، انت مخلوق من طين؟ نرفد انا دروك طين ونعطيك به للراس، نقرمك ولا ما نقرمكش؟ ها؟ انا مخلوق من طين. انت مخلوق من طين، من تراب. اني غادي نرفد حجره اللي هي تهي متكونه تراب وتصلبت. نقدر نسقسيك والله العظيم؟ لا سي يعني اني شاك شويه. ما هو شكل الارض بالنسبه لك؟ انا غادي نشرح هذاك اصاحبي، نبين لك باللي حقيقه حتى ان الشمس متحركه على الارض والارض مسطحه. انا هاد الهضره اللي نقولها لك ما قريتهاش صاحبي، انا عن تجربه 7 سنين عايش في الجبل وحدي، غير انايا وزوج كلاب والصقور والنسور، نصيد برا وناكل برا كيما وكلي صديقي. السم شمسوام سبتمبر لمارس، هادو الفصلين هادو الشهرين اللي تجي من الشرق مستقيم الى الغرب مستقيم. نعرف تكوين الربيع والصيف والخريف والشتاء، نعرف تكوين نتاعهم كيش تجي. سمعتني ولا؟ ونثبتها هاد الامر، نثبتها. اسم العلم والعقل في صديقي. كيفاش استاذ تجي؟ استاذ العلم والعقل كيفاش؟ كيفاش تجي السم؟ شو قلت لي؟ السمش عندها ما فهمتك. الشمس تشرق من الشرق خط مستقيم وتغرب الى الغرب خط مستقيم الا في فصلين اثنين وهم سبتمبر ومارس، 6 شهور ب6 شهور باش تولي نيشان مستقيم. اما دروك كي تجي غادي دروك باش تدخل الخريف وتدخل الشتاء، غادي تبقى تمشي تشرق ماشي الشرق والشمال ما بيناتهم، توصل حتى للحد تاع وسطهم. ما فهمتش واش تقصد، يعني تقصد باللي الارض ثابته والشمس تدور عليها؟ يعطيك الصحه يعطيك الصحه. اسمح لي من فضلك، والله لاني حاب نفهم وراني من نيتي، يعني انت تقصد باللي اسكو الارض كي مسطحه كيما البيتزا ولا
ولا كيفاش لي كوتي تاعها؟ شوف، أول حاجة الأرض ليست كوكب، سمعتني؟ انا الأرض معليش معليش استاذ، اتبعني هذه باش نفهم منك، باش نفهم التوضيح. لا الارض مسطحه، اسكو مسطحه كي بيتزا؟ يعني تعرفوا شنو مسطحه كي بيتزا؟ فاهمني أني ولا مش فاهم؟ فاهمك أني اسكو فاهمك مسطحه واضح. كي بيتزا ولا مسطحه ما عندهاش اطراف؟ ما فهمتش. إيه خويا العزيز، الأرض ما كاينش اللي يعرف المادة نتاعها وين جاي حقيقة. سبحان هذه الله لما عز وجل يقول في ايه، يقول لك الاطراف، يهدر على الايات على الاطراف تاع الارض. واه واه واه، بستحضرك الله سبحانه وتعالى، هذاك الخالق يعرفها، هو اللي خلقها، خلق الأرض بها بالسماء انا ما فيها فهمتش بصح، بالنسبه لنا احنا يا البشر وين راهم الحدود؟ يعني انت تامن بهذوك الجدار الجليدي وهذوك اللي يهضروا عليهم؟ وهنأمن بهم، بصح ما كانش خويا العزيز الحقيقة ما كانش إنسان وصل لأطرافها إلا زوج من رموز زوج تاع الناس، منهم واحد هو ذو القرنين وما وصلش للأطراف تاعها نيشان، يعني تكملها، لا وصل عند الأقوام اللي عايشين في الشرق وفي الغرب، فهمتني؟ إلا ذاك اللي مكنه ربي، وسيدنا سليمان اللي كان زعما ربي عاطيه ملك داه على أبوه داوود عليه السلام، فهمتني؟ نرجع للسطح. خويا العزيز دير في بالك باللي غير ربي اللي يعرف الأرض هذه قداش. اوكي انا فهمتك دروك، راك تقول باللي راه يقول لكم باللي زعما الارض ما عندهاش ايضا نهايه، ما عندها، ايضا اسمح لي اسمح لي كلام كبير، يقول لكم باللي الارض ما عندهاش نهايه، يعني ما عندهاش نهايه، وكاين جدار جليدي وموراها كيما نقدر يقولوا لنا موراها كاين اراضي وقت اخرى وكاين ناس. والسمش كيفاش تدور؟ دور كاع على الارض كيما هكا، ولا تدور هاك، ولا تروح من وتجي من وبعدها تروح من؟ والشمس تجري لمستقر لها. ما معنى الشمس تجري لمستقر لها؟ يعني تجري هنا، تعرف هنا الشمس بلي تتحرك، والشمس هنا تمشي تسجد عند عرش الرحمن، تسجد لربي سبحانه، وتعاود تقول له يا ربي ارجع، يقولها ارجعي الا يوم القيامه، يعني باش تولي في هذيك تاع 3 ايام تاع من تشرق من الغرب، اللي يقولها ارجعي من حيث اتيتي، صح. سمعتني؟ انا تلاقيت مع واحد ساكن، قال لك ساكن في شمال اوروبا، قال لك باللي وي كيفاش الشمس تروح تسجد لعرش الرحمن، قال لك على حسب، ما مش عارف ليه كذبوا ولا صح، انا شفت ها في الفيديو بصح مش عارف لا مدرح ولا، قال لك الشمس وي عندهم ما تغربش 24 ساعه، كاينه من هذه. يهضروا عين الحمئة. ما سمعتكش، يعني هذا كاين واحد لقيته قال لي، وراني واحد على الفيديو، بالي على بالي قال لي كاين واحد على بالي، البلاصه يقول لك يقول وهذه لك كيفاش. منطقة. اسمح لي، اذا كاين منها هذه معناتها الفرضيه تاعك تسقط، ويكذبوا ولا عندهم الصح هذا؟ خويا العزيز، خويا العزيز، هذا الانسان اللي قال لك هذه الهضره اسكو هو مسلم؟ لا مش مسلم، ماشي مسلم. خرج من اه الاسلام، انا خرج من الاسلام، باسكو شاف قال لي، انا قصقسيته قلت له، قال لي انا خرج، قال لي انا كنت مسلم وكان وقيله في رمضان، وجا هنا لواحد البلاد قال لي رحت ليها في الصيف، قال لي وخلعت، قال لي شفت السمش 24 ساعه، قلت له ما كاش منها، كيفاش كاين براسه؟ قال لي وي، قال لي 24 ساعه نامنوا هذا، وبعد قال لي خرج من الاسلام. كاين مكان نعرفه، ماشي نعرفه يعني نيشان هكا، بصح نعرفه كمعلومات عليه. انا السمش طل فيه مسوب 6 شهور، سي موا هذا باش طل فيه، يعني عندهم سي موا، هذه غير ظلمه، غير ليل، الصباح ليل والليل ليل، فهمتني؟ انا مازالني في دراسات على هذا الشيء، وانا مأمن بربي في كلش، ومأمن بالرسول في كلش، ومأمن بالقرآن. اما هذا الانسان المتردد عن الدين الإسلام، أول حاجة بأي تفسير فسر القرآن؟ وش فهم القرآن؟ ما فهمهش لا تفسير. صح يجي صح واسكو راهي اسكو كاين من هذه الشمس يعني 24 ساعة، ولا كان يكذب عليا؟ ما كاش منها، ما كاش منها الشمس تجري تجري تجري، ما كاش منها، ما كاش منها. كاين مناطق اللي الشمس تضرب فيهم، واه ماشي ما تضربش، بس تضرب فيهم سوايع قلال ماشي كيفنا، وما يصوموش قدنا، سمعتني؟ تعرف انت تعرف هذا السيد هذا، ولا غير شفتك حكيت معاه؟ شكون هو؟ اسمه مهوب. هذا انت وي هذا مهوب لك تهضر معاه؟ شوف، انا نهضر معك بنيتي وانت تهضر معايا بالحيله، لا معليش مانيش نهضر معاك، باسكو العلم والعقل، باسكو هذا بنادم اللي كان يهضر معاك معلومه هذه بسيطه جدا، غريان صغير يعرفها يا دين ربي. في الدول الاسكندنافيه، في كندا، في شمال كندا، في شمال الاسكا، يعني في الصيف الشمس، ثلج معليش الشمس ما تغربش 3 اشهر 24 ساعه في السماء، لا ميم شوز عندهم في لافا ديسمبر في جانفي، عندهم الليل، وهذا دليل على انه الارض بيان سور تدور على الشمس،
وتدور على روحها وتدور على الشباب. الكل في فلك يسبحون، الكل في فلك يسبحون. فهمت الآية ولا ماكش فاهمها؟ ميرسي على يعني علم العقل، نورمالمون انت تكتب لعلم العقل، ميرسي على الاخرى تاعك، شكرا يا رب هو كاتب العلم والعقل هذه.